سيدي هي مش موسيقى كتير، والكل بيحكي عليها وخلقها ضيق وروحها براس مناخيرها. يا جارتنا، حدا قال لك انه الشمس بتشرق من محلي؟ اوه لوين فايت يا عيوني؟ يوسف مش محسوب بين الرجال. صحوا مي، هذا زلمي ولا عندي بالبيت زلمي؟ شو بكون مثل قرن البوزه دبته؟ فيني ساعد بشي؟ ايه. انا لو بعرف انه في اتفاق بينك وبينه ما بحط رجلي بالمحل. بالحفظ بالصون. شو هالصالون هيدا السفت؟ الله لا يسامحك يا سمير يا ابن عفيفه، الله ينتقم منك. امين. يا مدام ورده. مين ورده؟ شو فكر حالك جاي على مشتل اسم زهره؟ برارا يا ازيك، ريحتها كثير بشعه. رجال ممنوعين بالنهار بس مسموحين بالليل. شو رايك كمان تطلعي معه على الاوضه 102 قدام عيوني؟ يا ابن الكلب هلا افرجيك يا ابن الحرام. باخذ روحه للي بياخذ لي رزق. انا مش بس باخذ روحه، بدعس بقلبه. اذا بتروحي معه رح جاري جريك بالنا حاكم، وهول اولاد بحياتك ما بقى تشوفي صوره وجههم. ليه عم تسقني كمان؟ كذاب، ما بصدق. زهرة فلي. شفتك شفتك، لك جماله. إذا بعد بشوف دجاجة من دجاجتك عندي بالصالون بدي أذبحها وطعميها لك لابس سكك. منتوف يا دجاج.